بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مشاهدين قناة سما الخليج ومرة أخرى ومن إمارة أبو ظبي. وكما عودناكم أعزائي المشاهدين في كل حلقة أن نستضيف لكم نخبة النخبة من أبناء هذا الوطن. ومعنا الآن الأستاذ عبد الغفور خوري، صاحب ومدير عام شركة عروس البحر للتعقيم والخدمات التنظيف في إمارة أبو ظبي وبالتحديد في منطقة المصفح. وننوه للسادة المشاهدين أن الأستاذ عبد الغفور خوري يعني له أكثر من فرع ويغطي جميع دولة الإمارات العربية المتحدة. يعني بداية الأستاذ عبد الغفور مساء الخير. صح النور يا أخي. الله يسلمك. يا مرحبا. الله يحييك. يعني أستاذ عبد الغفور، كما جرت العادي في برنامجنا برنامج كفاءات من الإمارات وكلنا زايد، يعني أن نرجع للبدايات، يعني أكيد كان في هناك بطولة يعني ونشأة وطفولة، يعني تحدثنا وتحدث السادة المشاهدين عن بدايتك وانطلاقتك في حياتك العلمية والعملية، تفضل. الشركة تأسست في سنة 1994 الميلادي. نعم. وكان عندنا فرع كثير في كل الدول الإمارات، في نعم. كل المدن الإمارات. نعم. حالياً عندنا فرع أصلي في أبوظبي وفي دبي وفي إمارة الشرق. نعم. نحن نغطي الإمارات هذه الأيام حسب المرض الكورونا. منسوي تعقيم لكل المكاتب، مساجد، البيوت، والمباني. مباني، أي إداري، حكومي، شخصي، أي شيء ممكن نسوي تعقيم. نعم. وعندنا بإضافة بعد التعقيم إن شاء الله خلص هذا المرض الكورونا. نعم. بالسلامة. صح. عندنا مكافحة العشرات لجميع العشرات. نعم. وعندنا تنظيف المباني من داخل بس مش من خارج. نعم. يعني أستاذ عبد الغفور، يعني إحنا سعيدين بلقائك وبوجودك معنا ببرنامجنا برنامج كفاءات للإمارات وكلنا زايد. وكما تعودنا أصلا في برنامجنا برنامج كفاءات للإمارات أن نبحث عن الكفاءة والكفاءة المتميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكما تعلم أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي بلاد الأحلام. يعني أستاذ عبد الغفور، يعني تحدثنا كيف إجتك فكرة هذا المشروع وصولا إلى هذا المكان. هذه الشركة تأسست في 1998 الميلادي حسب الخبرة كان عندي من جماعتي في الأمريكا. نعم. كان قديم ما في شركة تنظيف ومكافحة عشرات في أبوظبي، في المدينة. نعم. أبوظبي. نعم. أول شركة تأسست في أبوظبي شركة العروس البحر. ما شاء الله. حسب خبرة من واحد من جماعتي كان في أمريكا، شغال في أمريكا في نفس الشغل. نعم. جاءنا عندي قال لي عبد الغفور عندي فكرة وهذه الفكرة، وما شاء الله الحمد لله كان 100% يعني خبرة كان عنده شغل 100%. نعم. وبعد السنوات جاء شركات تانية والحمد لله، بس في شكر لله فيه الحمد لله كل شيء. نتمنى لك التوفيق ومزيد من النجاح والتقدم بدولة الإمارات العربية المتحدة. يعني أستاذ عبد الغفور، يعني كونك أنت خبرة في مجال التعقيم والتنظيف، يعني أيضا ما هي طريقة اختيارك للستاف الموجود عندك في شركة عروس البحر؟ المجال خبرة التعقيم، والله تعقيم المجال التعقيم كان ما في تعقيم أول في البداية الشركة، ما في، كان في مكافحة عشرات وتنظيف. نعم. الحين في السنة هذه أول سنة فيها المرض الكورونا، عشان هيك علمنا من طريق اليوتيوب وواتساب وافلام الخارجيه، يعني حسب. نعم. الشركات الموجوده في الدول الاخرى. نعم. علمنا ومالنا الحمد لله شغالين 100% بالمكاهن وبالمواد المختصه للتعقيم. نعم. وصناعه بلجيكيه. نعم. ومعه زمان وشهادات الصحه وزاره الصحه دبي. نعم. يعني استاذ عبد الغفور، احنا الان بشركه عروس البحر في فرعها في ابو ظبي وبالتحديد في منطقه المصفح الصناعيه. يعني استاذ عبد الغفور خوري، تحدثنا وتحدث الساده المشاهدين كيف يتم طريقه اختيار موظفينك والستاف الموجود عندك في شركه عروس؟ والله في البدايه تاسيس الشركه كان ما في اي قانون، يعني ممكن اي واحد من اي بلد يجي ويشتغل معنا. نعم. الحين من سنة وشوية سنتين قريب سنتين في قانون خاص لدولة الإمارات، إذا واحد بده يشتغل في مكافحة العشرات خصوصاً أو تعقيم لازم يكون عنده دراسة أو أقل شيء 12 صف. نعم. وبعدين لازم يعرف إنجليزي. نعم. لغة إنجليزي لازم يقرأ ويكتب. نعم. عربي مش ضروري بس إنجليزي لازم. نعم. والحين نحن عندنا من القديم بس ثلاثة باقي، واحد 20 سنة يشتغل يعني عنده خبرة في العمل، واحد 10 سنة يشتغل، واحد 12 سنة، هذا القديم بدون أي دراسة من بنغلاديش ومن الهند. جايبين جديد الحين مهندس زراعي يمني، مندوب الشركة سوري، وفي تكنيشيان اثنين، واحد اثنين هندي، يعني تكنيشيان ومسؤول العمال، راحت العمال كيف يشتغل، شو يشتغل، شو يستعمل، كيف يستعمل حسب القانون للدولة.
خلال جولتنا الإعلامية أيضا في إمارة أبو ظبي وبالتحديد في منطقة المصفح الصناعية وجدنا الأستاذ عبد الغفور خوري يعني يمتاز بشعبية عالية. يعني كيف اجت هاي الشعبية؟ الشركة العروس البارحة أول شيء عنده شعار خاص اسمه صدق والأمانة. هذا أول شيء في التجارة وفي شركة مالنا. أنا أي عامل بيجي عندي أخبره هذا بيت بيتك، ما تفكر تدخل في البيت الناس وتقول مشيله ما بشيله، هذا لا، تشتغل ما تفتح عينك، بتخلص وتطلع. هذا أول شيء. والزبائن الحمد لله في أبوظبي يعرفوني كل زبون، يعني أي واحد، أكثر شيء مواطنين خاصة يعرفوني عبد الغفور كيف يشتغل. أول شيء صدق والأمانة بعد تجارة. يعني أيضا ما هي رؤيتك المستقبلية خلال 5 سنوات قادمة بإذن الله؟ والله إن شاء الله نكون نكبر الشركة، بدنا يفتح شركة يجيب معدات كبير من أمريكا. نعم. إنشان الشوارع، كان عندي مباني الحين. نعم. بدي مثلا غسيل الشوارع، غسيل المباني من برا، وشغلات الأكبر من الشغل اللي عندي الموجود إن شاء الله. إن شاء الله. يعني أيضا ما هي الشركات التي تستهدفوها أستاذ عبد الغفور خوري في شركة عروس البحر؟ الشركات اللي نشتغل معه أكثر شيء مقاولات الكبار، وعندنا فنادق، عندنا مستشفيات، إدارات حكومي، مدارس عندنا كثير، وأيضا في بيوت الشيوخ وكبار الشخصيات ونفرات العادي الموجودين في الوطن. أيضا عن الأسعار الموجودة في شركة عروس البحر، يعني نتكلم عن الأسعار، يعني هل الأسعار في متناول أيدي الجميع، وهل هناك عروض خاصة مقدمة من شركة عروس البحر؟ سعر أسعار الشركة حسب المواد المستعمل. نحن عندنا مواد من أمريكا مثلا أو من إيطاليا أو من إسبانيا، حسب الدواء المطلوب. يعني أنت شخصا بدك مثلا شيء من أمريكا، هذا سعره غير، استرالي غير، حسب السعر نحن نجيب سعر على الزبائن، وسعرنا أرخص السعر الممكن، إن نحن ما نزيد السعر أبدا. هذا لا يوم يا يوم تعقيم. نحن نشتغل حتى مجانا لله. حتى في زبائن قال لي أبو غفور بدي تعقيم للبيت، نقول إن شاء الله ما في أي مشكلة، يعني ما بزيد السعر عشان هذه المصيبة. أكثر شيء إذا في عاد في الإمارات أبو ظبي بده أي شيء، أي خدمة من عندنا حاضرين، ما في أي شيء أي تكلفة يعني. يعني أستاذ عبد الغفور، إحنا سعيدين بلقائك وبوجودك معنا ببرنامج كفاءات الإمارات، يعني وأنت يعني فعلا كفاءة يعني نعتز فيها ونفتخر فيها برنامجنا كفاءات الإمارات، الله يسلمك. يعني أستاذ أيضا عبد الغفور، يعني تكلمنا عن الجانب الشخصي، نتكلم عن الجانب الوطني. يعني كما تعلم والكل يعلم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب في منظومتين، نعمة الأمن والأمان. يعني أينما وجد الأمان وجد الاستقرار والاستثمار أيضا، يعني الحمد لله. يعني عن منظومة نعمة الأمن والأمان، يعني ماذا تنصح المستثمرين اللي بالخارج الذين يريدون الاستثمار داخل دولة الإمارات العربية؟ والله دولة الإمارات أحمن دولة في العالم. نعم. على فكرة أنا، نعم، أنا كان شغال في أمريكا وفي إيران وفي الكويت، بس من كم سنة الحين في الإمارات، أحسن شعب في الإمارات، أخلاق ما شاء الله 100 100، وكل الناس رحمانين، يعني ما عندهم أي مشكلة مع جنسيات غير الإماراتي. يعني أستاذ عبد الغفور خوري، يعني أيضا لماذا اخترت دولة الإمارات العربية المتحدة للاستثمار فيها، وكان لك يعني دول كثيرة متاحة للاستثمار فيها، يعني لماذا دولة الإمارات العربية؟ الأول شيء دولة الإمارات وطن الثاني إن شاء الله الإيرانيين الموجود هنا. نحن أجدادنا يعني من قبل 200 سنة موجودين في هاي البلد، عندهم تجارة كان في السوق أبو ظبي ودبي وغير وغير. والإمارات البلد الحمل، بدل الأمانة، بدل بلد الأخلاق، يعني كل شيء موجود في الإمارات. يعني عشان اخترنا إمارات عشان استثمار، عشان ما في أي خوف وراء الفلوس الموجود مثلا في الاستثمار أو في التجارة. يعني إن شاء الله تستفيد وما تتضرر في الإمارات.
يعني أستاذ عبد الغفور خوري، يعني هل من رسالة أخيرة عبر قناتنا قناة سما الخليج لأي شخص كان داعم لك خلال مسيرتك العلمية أو العملية؟ نعم، بدي نشكر كثير 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 بابن عمي أحمد عبد الخالق خوري. نعم. أسعدني في هذا الطريق، وكان وراي من أول إلى آخر حتى لليوم، وساعدوني في كل المجالات، حتى مثلا ما عندي كان شيك ما فيه وفلوس ما فيه، وساعدني في هذا المجال بعد. بدي نشكر ونشكر عائلته كله وأهله وإخوانه جميعا إن شاء الله. يعني أعزائي المشاهدين، لا يسعني إلا أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذ عبد الغفور خوري، صاحب ومدير عام شركة عروس البحر لخدمات التنظيف في إمارة أبوظبي وفي جميع الإمارات العربية المتحدة. شكرا جزيلا سيد عبد الغفور، ونشكرك على حسن استقبالك لفريق سما الخليج، ونشكرك أيضا على دعمك السخي لهذه البرامج الوطنية الهادفة. شكرا جزيلا. شكرا سيدي. Oh, God.